هذا ويقبل العديد من الصائمين على الإفطار السريع مما يسبب لهم التخمة أو انتفاخ البطن، في الوقت الذي ينصح فيه الأطباء على ضرورة اتباع إفطار صحي متوازن في رمضان لتفادي المشاكل الصحية. صابرين أبو عبلة تفصل. بمجرد رفع صوت المؤذن لأذان المغرب يهم بعض الصائمون إلى الإسراع بالإفطار بطريقة غير منتظمة، فيتعرضون إلى بعض المشكلات الصحية كالتخمة، انتفاخ البطن أو الإحساس بالشبع. نحكي ما يعطاش هذه شرباه، هذه جواز، هذه كده، هذه خلطها، ومن بعدين يولي أي كرشين واللي نجرين واللي كده. نعم، كل حال أنا مصلى لي والو مصح الله ماجوريتي، ثم الناس اللي نعرفهم يدور، كاين اللي يدور قلبه، كاين اللي فقية، كاين كل واحد وكيفاش. باسكو بوركوا كيحطوا الميدا ماشي يقولوا بسم الله ويقدموا ياكلوا شوي ويريحوا شوي، ومن بعد هما يميلونج تو. واحد ياكل مش يقدر شويه شويه ومازال عنده الليل طويل شويه بشويه، يلحق يفو با فوغ يعني ياكل كل حاجه في ضربه واحده. أسباب الشعور بانتفاخ البطن أو التخمة قد ترجع إلى بعض العادات الغذائية السيئة، كأن يقبل الصائم على الطعام دفعة واحدة دون البدء به بشكل تدريجي، إضافة إلى نوع الطعام المقدم على مائدة الإفطار الذي يعسر من عملية الهضم عند الإنسان الصائم. علاش الإنسان كياكل يدوخ؟ هذاك الدهون اللي يزيد يطلب طاقة إضافية للجسم لتحليل وهضم هذه الدهون، يعني وزيد يعني مدة طويلة. هذيك حنا نروحوا لحاجة خفيفة كما قلنا، ما كما شويه حليب، كما مثلا شربات تكون خفيفه، مليح شربه مليحه ولا حريره ولا بيول. وجبه الافطار كاين ثاني زوج حالات، كان ياكل كلش مع المغرب، كان يقسم. في الحقيقه اللي يقسم خير، ياكل مثلا شربه بالخبز يروح يصلي كيجي يتعشى، ياكل جواز مثلا وشراده مليحه، هذه الافضل احنا نقوله. يبدو أن التحكم في طريقة الأكل عند الإفطار ليس بالأمر الهين، ولكن الأكل بشكل تدريجي والابتعاد عن الدهون في وجبات الإفطار من شأنها أن تساعد الصائم على تفادي المشكلات الصحية.